مرحبا بكم في قناة المعرفة. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم علياء، اسم علم مؤنث عربي. معنى ذات العلاء، رأس الجبل، السماء، الشرف. وقد يسقطون الهمزة في نطقهم مثل عليا، وهي مغنية مشهورة اشتراها المعتصم ب5000 دينار. معنى اسم علياء في اللغة العربية، اسم علم مؤنث عربي، الأصل من الفعل علو، والمذكر من أعلى، ولكن المؤنث منه اشتهر أكثر، ويعني صفة من صفات العلو والعلياء، وكأنه أعلى الجبل أي رأس الجبل، وهو مأخوذ من السماء وعلوها، ومن الشرف وقيمته، وهو المكان العالي المشرف، ويكون أيضا صيغة المبالغة من العلو. الحكم الشرعي لاسم علياء. اسم علياء لم يحمل معنى الشرك أو أي معتقدات باطلة، فبذلك التسمية به حكمها جائز. صفات من تحمل اسم علياء: إنسانة ذات تواصل اجتماعي، إلا أن من حولها يشعرون بغموض شخصيتها وتعاليها، من النوع المحب للاطلاع والمعرفة. تتشبث بمواقفها لدرجة العناد أحيانا، لكنها بشكل عام إنسانة رقيقها المشاعر، مريفة الأحاسيس. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم علياء؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.